عايزين كده بعد اذنكم، كم واحد بعد اذنكم كتب كود جافا سكريبت من الناس اللي قدامي؟ نيفين؟ لحد فينا نيفين؟ كتير؟ جالكم بس كلية نيفين؟ لا اصل نيفين من ساعة ما بدأت الكورس مين تشتغل HTML رفعت ايديها، مين اشتغل CSS كان اسمها. انا بهزر معاك طبعا، انت طبعا مشرفانا طبعا ومنورانا. ماشي كويس، عاجبني كمان حضورك ان انت على الرغم ان انت عارفه الحاجات دي ان انت بتيجي برضه ملتزمه وبتعمل التاسكات وترخمي علينا في التاسكات. طيب ها جنب، لا هتاكل عيش يا باشا ما تقلقش، واتكلم عيش يعني. طيب مين تاني غير نيفين؟ بلال، انت كنت قايل لي جافا سكريبت بلال. طيب يعني معظم الناس اللي قدامي عارفه يعني ايه جافا سكريبت، خلاص فنخش بقى على بقى بعد جافا سكريبت خلاص. طيب اسمح لي، بص اهم كورس عندك هو جافا سكريبت، وبالذات في الكورس بتاعك ده، بالذات في الكورس بتاعك ده، يعني قد يكون في كورسات تانية جافا سكريبت بالنسبه لهم ممكن يعدي بس بيخسروه، لكن انت عندك الفرونت اند عندك هنا جافا سكريبت والباك اند جافا سكريبت، فجافا سكريبت لازم تهتم بيها، المين كورس بتاعك هو جافا سكريبت. فانا هجيب بس الصوره كده اوضح بس يعني ايه جافا سكريبت. سينيور تاسك. طيب دايما بحب افتحها في بدايه اي سيشن جافا سكريبت، بفتح الصوره دي تمام، صوره حد نشرها اصلا تمام، وده اللانجوج المستخدمه فيها الويب سايتس المشهوره اللي دايما بنخش عليها احنا كلنا، زي ويكيبيديا زي ياهو زي جوجل زي المواقع المشهوره زي ما انت شايف كده. اي اول لغه ايه او اللغه المستخدمه في كل في المواقع دي كلها ايه؟ يعني يوتيوب جافا سكريبت، جوجل جافا سكريبت، ياهو جافا سكريبت، امازون جافا سكريبت، كل المواقع المشهوره اللي انت شايفها دي كلها ايه مستخدمه مين؟ جافا سكريبت. بالعكس ده جافا سكريبت كمان لما اتحولت وبداوا يستخدموا الفيتشر بتاعتها ويدخلوا الكونسيبت بتاعها في النود جي اس وباستخدام كتابه الجافا سكريبت، اصبح اي حاجه هتعملها عايزها سرعه وعايز تحصل ليها شكل اسرع استخدام الجافا سكريبت. عارف الحته اللي انت مثلا بتعمل في الشاتنج كده يقول لك ان انت يور تايبنج نام مثلا، او يقول لك انت بتكتب الان، او واحد زميلك بيكتب مثلا على ايمو ولا كذا ولا كذا، او مثلا على السوشيال ميديا مثلا لما بتيجي تكتب مثلا في بعض المواقع يقول لك ايه ان زميلك بيكتب الان تايبنج نام، صح؟ دي معموله برضه نود جي اس باستخدام الجافا سكريبت. اي حاجه محتاجه سرعه يمين جافا سكريبت، حته النوتيفيكيشن اللي بتظهر لك وكل حاجه شويه بتظهر جافا سكريبت، ان انت تروح للسيرفر وتيجي من غير ما يحصل ريفريش الموقع بتاعك لازم تكتب جافا سكريبت تمام. طب الجافا سكريبت صعبه؟ هي الجافا سكريبت هي لغه عاديه خالص، لغه بروجرامنج لانجوج زي اي لغه زي اللي كتب اي لغه بالظبط. هي الفكره بتاعتها ان ايه، ان هي مش صعبه، هي سهله بس الفكره فيها ان هي فيها حته الدوم دي هي اللي مرخمه على الناس. يعني اللغات الثانيه انت بتكتب كود بروجرامنج عادي، انت بتهتم بالبيزنس وتكتب كود، مش مهتم ان انت تعرض الحاجه دي عند حد تمام، او العرض هناك في اللغات الثانيه سهل. اما هنا انت محتاج ان انت تسلكت حاجه من الدوم، الدوم ده انا في الدوم ده ان مثلا محتاج عندي تيبل، مثلا عندي تيبل، التيبل ده هو الصفحه، تعالى نعمل صفحه كده فاضيه اهو، ادي تيبل، التيبل ده شباب تي ار، هو تي ار مين؟ تي دي. انا عايز اعمل ايفنت مثلا على التي دي او الشكل ده بحيث انها تظهر حاجه، فده الصفحه دي بنسميها دوم، دوكمنت عند البيج بتاعتي، البيج بتاعتي. فالبيج دي لما افتح كده واكتب هنا 1 1 1 وعايز يحصل حاجه بالجافا سكريبت على الرقم اللي هو 2 2 ده، هو راحت فين 2 2؟ كنترول اس وعملت كده بص كده، عايز يحصل حاجه على 2 2 ده بالجافا سكريبت. فعشان تكتب كود جافا سكريبت عشان تعمل الموضوع ده فانت محتاج تسلكت الحاجه دي وبعد كده تكتب الكود البروجرامنج ده، بعد كده تباص الكلام ده لمين؟ للحاجه دي. فده الخنجه اللي بتحصل في جافا سكريبت، ان انت بقى عندك كذا حاجه انت تعملها، انت لازم تسلكت الحاجه وبعد ما تسلكت الاليمنت انت محتاج تعمل عليه اي حاجه انت عايز تعملها، وبعد كده ايه تروح تعرض الحاجه دي على ايه؟ على الدوم بتاعك. ففي خطوتين ما لهمش 30 لازمه
بدأوا يظهروا لك انت هتكتب كود ولا هتسلكت الحاجه. فحته ان انت سلكت الحاجه دي، فاصبح اللي بيروح يتعلم جافا سكريبت اول لغه بالنسبه له، طب بص صعبه ليه؟ لان احنا مش بنعلمك بروجرامنج بس، ده احنا بنعلمك ازاي تسلكت من الدوم وبعد كده ازاي تكتب بروجرامنج. فانت كده بتتعلم حاجتين في حاجه واحده، على عكس لو واحد يروح يتعلم مثلا لغه ثانيه، فهو ما عندوش سلكت من الدوم حاجه، هو بيكتب كود مثلا يجيب حاجه من الداتابيز وبيفرش عليها وبتتعرض عادي. لكن هنا لا، الموضوع مختلف شويه، انت ايه؟ انت عندك الدوم وبتتعامل مع الدوم، فانت في خطوه زياده زادت ايه؟ عندك. فاحنا ان شاء الله هنحاول ان انا اطلع بيكم من الحته دي، ان انا هقسم الجافا سكريبت على في بدايتها، يعني في البدايه بتاعتها. احنا بعد كده هندمج الحاجتين دول مع بعض، ان احنا نتعلم في البدايه ازاي نسلكت الاليمنت لوحده وازاي نكتب بروجرامنج لوحده. يعني نحاول نقسم الدنيا كده، ازاي نكتب كود بروجرامنج عادي بسيط خالص بالجافا سكريبت، وبعد كده نتعلم ازاي نسلكت الاليمنت، وبعد كده ندمج مين الاثنين مع بعض. فكده احسن حل ان انت ايه تبدا ما تتخضش من مين جافا سكريبت. تاني حاجه، الجافا سكريبت سهله زي اي لغه، زي جافا زي البي اتش بي زي السي شارب زي اي حاجه، بالعكس اسهل لغه، فليكسبل على اخر الدنيا زي الفل زي ما هنشوف دلوقتي. بس الغالب في الموضوع ان في ناس اتعجلت من الجافا سكريبت اول ما خدت اول محاضره مثلا او اول ساعه. هو الراجل جه يتعلم جافا سكريبت لقى الجافا سكريبت بالنسبه له دم ومش دم وسلكت لقى صعبه، خد منه كام وقت؟ ساعه، فما ذاكرش اللي هو غيث مثلا. فجي واحد بعد شهرين وثلاثه عايز يذاكر الجافا سكريبت، فعرف ان غيث خد كورس بقاله شهر ولا شهرين ومخلصه، فبيرن على غيث، هو صعب غيث يعني، يا غيث انا ذاكر جافا سكريبت. قال له يا عم انا حاولت اصلا، ما تذاكرش جافا سكريبت يا اخي، ما هو اوسخ حاجه في البروجرامنج اصلا الجافا سكريبت. الراجل الثاني اصلا خد كلامه ثقه، ما بص على الجافا سكريبت اصلا. وده اللي بيحصل في اغلب الاحوال، بعض الناس منكم جاي متعشم او شايل في دماغه او في نفسيته ان جافا سكريبت صعبه، سواء حد صعب قال له والله اعلم، سواء هو سمع من على الانترنت ان جافا سكريبت صعبه، سواء هو عنده نفسيا ان جافا سكريبت صعبه. فكلنا كده، لو حد عنده النفسيه دي يبدا يشيلها من دلوقتي. حد عنده النفسيه دي اصلا؟ انت يعني النفسيه موجوده ان الجافا سكريبت، بس احنا حتى لو النفسيه دي موجوده هنحاول ان احنا ايه نزودها يعني شويه. خلاص لا، هنحاول نشيلها خالص ان شاء الله. وبعد تاخد جافا سكريبت فعلا هتحس ان جافا سكريبت غيظ. بقى حابب اسالك بقى، ايه رايك في سي اس اس؟ عشان انت قلت لي سي اس اس واحنا في اول، ايه رايك في ليه بقى؟ عارف المرحله اللي قلت لك عليها في بدايه ال HTML، واحنا في اول محاضره كنت حاسس ان ال HTML رخمه، اول ما خلصناها ونزلنا في السي اس اس حسيت ان ال HTML سهله والسي اس اس، ال HTML سهله والسي اس اس هي اللي صعب. لما خلصنا السي اس اس هل في صعوبه اصلا فيه؟ ما فيهاش صعوبه. اول ما نبدا في اول محاضره في جافا سكريبت تبقى هتحس ان السي اس اس ده سهل جدا، ايه ده اسهل من السي اس اس ما فيش، وهتحس ان الجافا سكريبت هي المرحله اللي معانا اللي هي صعبه. اول ما تخلص جافا سكريبت وتخش على الباك اند، ايه ده، خش على الانجلر مثلا، ايه ده جافا سكريبت كانت لذيذه كده وطعمه، ايه ده ما نرجع لجافا سكريبت انا مش مهندس، فاهم قصدي؟ فالموضوع هو عايز كده، المرحله اللي انت فيها هي اصعب مرحله، فاحنا المرحله اللي احنا فيها هي مين؟ جافا سكريبت. فبالله عليكم يا شباب عايزين نادي فيها بس مذاكره شويه، يعني لو انت كنت بتذاكر ساعه في اليوم سي اس اس، لا حاول تخليها ساعه ونص، ساعه وربع، ساعه ساعتين، بحيث ان الجافا سكريبت انا عايزك تذاكر اول ثلاث محاضرات، محاضره اثنين ثلاثه، وبعد كده ما تسالنيش على حاجه ثانيه، اول ثلاث محاضرات بس. بعد كده اي كود جافا سكريبت هتحب تكتب كود جافا سكريبت. عايز تعمل اي حاجه اول حاجه هتفكر فيها الجافا سكريبت. خلاص؟ طيب الجافا سكريبت هتساعدني في الفرونت اند ولا في الباك اند يا باشمهندس؟ الاثنين. ده الجوكر بتاعنا. فرونت اند وباك اند. اتفضل. باستخدام الويب جي اس ينفع دلوقتي، في الوقت اللي احنا فيه ينفع جافا سكريبت بس. ما النوت جي اس لما يجي ياخد الكورس كده جافا سكريبت بس، كل تستنى عند كله بالجافا سكريبت. جافا سكريبت تعمل بقى كل باستخدام طبعا النوت جي اس، تكتب فيها جافا سكريبت تعمل لك الويب سايت كامل، يعني زي مثلا جوجل، زي يوتيوب، زي امازون، زي ويكيبيديا. في ويكيبيديا هنا؟ ويكيبيديا. ممكن تعمل اصلا ويب سايت اصلا باستخدام الجافا سكريبت بس، تمام؟
فاهم؟ بس محتاجين نكتب جافا سكريبت على السيرفر اللي هو باستخدام النيود جي اس. ده انا الهدف من الصوره دي ان انا عايز اقول لك ان الجافا سكريبت مهم. فتقريبا كده كنت بقول للناس 99% من الويب سايتز لا يخلو منها جافا سكريبت، لازم تكون فيها ايه؟ جافا سكريبت. خلاص؟ فرد عليا واحد وقال لي واحد كان في الكورس قال لي 100% من الويب سايت والابلكيشن، الويب ابلكيشن والويب سايت لا تخلو من ال HTML. قلت له كلامك صحيح. قلت له كلامك مظبوط. تمام؟ مش قصدي ان 99% يعني 99 بتخلي الشغل بتاعك كويس في الويب سايت او الويب ابلكيشن او الابلكيشن بتاعك. طيب تعال نستارت كده الجافا سكريبت عشان نكتب كود جافا سكريبت. هنعمل ديمو كده بسيط، مش ديمو 4 HTML 4 عندي عشان نكتب جافا سكريبت يا شباب. ثلاث اماكن نكتب فيهم جافا سكريبت زي السي اس اس بس. كم مكان؟ ثلاث اماكن. اول مكان ان انت تجي في اي مكان في الصفحه، اي مكان في الصفحه، في الهيد، في البادي، اي مكان في الصفحه، وتفتح تاج اسمها مين؟ سكريبت، وتقفل التاج اللي اسمها مين؟ سكريبت، وهتكتب جوه السكريبت كود جافا سكريبت. ده اول مكان. الاول المكان الثاني ان انت هتعمل فايل بره وهتسميه x.js. بس في الحاله دي لما تيجي تربط الملف بتاعك، الملف ده ما يعرفش على الملف ده ايه حاجه، فلازم نعمل ايه؟ لينك. اللينك فين؟ قال لك لينك في اي مكان، في الهيد، في البادي، في اي مكان. عشان تلينك تكتب كلمه مين؟ سكريبت. تكتب كلمه مين؟ سكريبت وتاجت سكريبت. بس سكريبت دي بتاخد اتريبيوت، عارفين الاتريبيوت؟ ان انا اجي اعمل سبيس واكتب له حاجه اسمها مين؟ سورس، واكتب له الباث بتاع الملف. لو الملف في جنب الملف اكتب اسمه على طول، لو جوه فولدر اسمه، هو اسمه اكس دوت مين كده، ربطت مين؟ جيس. ده المكان الثاني وده المكان مين؟ الاول. ده المكان الاول وده المكان مين؟ الثاني. ممنوع كتابه كود جافا سكريبت جوه اللينك اللي بتربط بيه ملف من بره، ده ملحوظه لازم تبقى عارفها. ففي بعض الناس يربط كود وعايز يكتب كود هنا، ما ينفعش تكتب كود ده كود مربوط من بره. تمام؟ طيب ثاني مكان، ثالث مكان، في اي، في نفس البي، في نفس في نفس التاج، في نفس مين؟ التاج، في نفس التاج. يعني مثلا في الديف مثلا، وليكن مثلا مثلا، بس احنا هناخدها قدام، في حاجه اسمها اون. اون دي ايفنت موجوده عندنا هنتعلمها قدام، بس سيبها دلوقتي. هنا تكتب مثلا اون كليك، تكتب هنا كود جافا سكريبت. اكتب كود هنا ايه؟ جيس. لا هو من غير ما تفتح سكريبت دي زي الستايل كده، ستايل وكذا. بس الكود اللي هتكتبه هنا هيتنفذ في الكليك بتاع مين؟ بتاع الدف. في حاجه اسمها اون هافر عشان انتوا عارفين الهافر، اون ماوس، ماوس موف عشان انتوا عارفين الماوس موف. ماوس موف يعني ايه؟ لما الماوس يجي عليها. فسيبك من رقم ثلاثه دي، سيبك من رقم ثلاثه لحد ما ياخد يعني ايه ايفنت اصلا. طيب يبقى المكان الاول اهو، المكان الاول اهو، المكان الثاني فين؟ الجافا سكريبت هي لغه برمجه، بروجرامنج عادي. عشان نقول اللغه دي برمجه، لغه برمجه، عشان نقول ان اللغه دي لغه بروجرامنج لانجوج، لازم يبقى متوفر البيئه البرمجيه اللي موجوده في اي لغه. يعني النهارده اقول لك ان في كوكب قابل للمعيشه، ذهنك ودماغك تروح ان الكوكب ده اكيد فيه الحياه او البيئه القابله للمعيشه، اللي هو اكيد في هناك اكسجين، اكيد في هناك ميه، اكيد في، صح؟ لان انت اول ما قلت لك ان دي قابله للمعيشه عرفت كده. اول ما اقول لك ان الجافا سكريبت هي بروجرامنج لانجوج، تعرف على طول ان هي فيها البيئه البرمجيه. طب ايه الحاجات اللي عشان اقول اللغه دي لغه برمجه؟ ايه عمليه البروسيس نفسها؟ ان يحصل البروسيس دي لازم تكون في اي لغه برمجه. ايه بروسيس دي؟ انا في ال HTML حضرتنا لو احنا كتبنا 1 بلس 1 فالنتيجه دايما دايما هتبقى ايه؟ 1 بلس 1 بلس 1، مفيش بروسيس بيحصل. لكن في لغات البرمجه لما تقول 1 بلس 1 يحصل عمليه مين؟ بروسيس، ان هو يبدا يعمل عمليه كالكوليشن فعلا ويطلع لك النتيجه. ان يكون في فانكشن، فانكشن دي هي حاجه جاهزه، فانكشن جاهزه، بيلت ان، بيلت ان فانكشن. زي مثلا عايز اعمل افريج لرقمين، ماكسيمم لاكبر رقم، ادي له مجموعه ارقام ويجيب لي الماكسيمم بتاعهم، اجيب المتوسط بتاع الارقام دي. فهو عامل لك بيلت ان فانكشن تبدا تستخدمه.
يبقى يكون متوفر فانكشن. اعرف يعني ايه فانكشن؟ يكون في فانكشن ديفاين، ان انا يخليني ان انا اعمل فانكشن زي ما هو بيعمل، ان انا يخليني اكتب يعني كود، يعني ان انا اعمل كود، اعمل حاجه زي اللي هو عاملها يعني. فنقدر نقول ان دي لغه ايه؟ برمجه. ان هو يكون سامح لي بازاي اعمل فاريبل، فاهم؟ وهنمسك الكلمه دي ونبدا بيها، نمسك الكلمه دي ونبدا بيها. فالجافا سكريبت عشان نكتب جافا سكريبت اعمل مين؟ سكريبت. اكتب كلمه مين؟ سكريبت. هو بيقول لك عشان دي لغه برمجه لازم يكون يوفر لك عمليه الفانكشن. فانكشن يا شباب يعني ايه؟ حاجه جاهزه تبدا ايه؟ تبدا تتنفذ مجرد ما تنادي على الفانكشن دي. هنعرف يعني ايه فانكشن، بس ايه؟ انا ما يهمنيش كتابه كود فانكشن دلوقتي، في حاجه دلوقتي اسمها الرت. الرت دي هي فانكشن، وما اعرفش يعني ايه فانكشن، هنكتب بس ايه؟ كود. الكود اللي انا بكتبه ده الرت، الرت كده عباره عن فانكشن، وافتح قوسين واكتب له هلو وورلد. محدش يركز في الكلام اللي انا كتبته ده، انا بس الكود ده هو جافا سكريبت. الكود ده ايه؟ جافا سكريبت. فلما افتح الصفحه دي كده فيظهر لي الالرت اللي انت شايفينها دي، كتب لي كلمه مين؟ هلو وورلد. فلو انا عايز اعمل الرت لاحمد فبكتب كلمه الرت وافتح قوسين، في القوسين اكتب دبل كوتيشن واكتب له هلو مين؟ احمد. فالكود ده هيتنفذ ازاي؟ هيتنفذ هلو وورلد، وبعد كده ينفذ مين؟ هلو احمد. بيتنفذ ستيب باي ستيب، فانه هينفذ كده هلو وورلد، وبعد هلو وورلد هلو مين؟ احمد. الكود ده مش هيفرق معاك دلوقتي، لسه هنتعلمه قدام. بس دلوقتي لو انا خدت سكريبت تاني كده وعملت كده، ومبدئيا عملت الت شيفت وبدل هلو وورلد ورحت كتبت هلو وورلد واحد واحد او واحد بس، وهلو وورلد اثنين، لما اعمل كده ريفريش مين اللي هيتنفذ الاول؟ واحد ولا اثنين؟ مين اللي قال؟ يا شباب واحد ولا اثنين كده؟ لا مفيش اثنين مع بعض، ستيب باي ستيب، ينفذ دي بعد كده ينزل ينفذ دي بعد كده ينفذ دي بعد كده ينفذ دي، هينفذ واحد ولا اثنين؟ واحد. بعد كده اثنين، هينفذ واحد بعد كده ينفذ مين؟ اثنين، عشان اثنين جنب واحد. طيب لو رحت خدت السكريبت دي وقلت له ثلاثه، او قلت له هنا اربعه وخليت دي ثلاثة، ينفذ مين ثم مين؟ ايه يا شباب؟ ينفذ كام؟ لحد كده حل المشكلة؟ طيب ورحت في الملف اللي بره ده، عارفين الملف اللي بره ده؟ كتبت فيه alert وكتبت فيه كام؟ alert hello خمسة، hello كام؟ خمسة. وجيت هنا ربطت في الهيد، عارفين الهيد؟ فاجي هنا اربط الملف، اربط ازاي؟ سكريبت، واقول له اربط مين؟ الترتيب بقى، حد يقول لي كده؟ اخر حاجه؟ اول حاجه ولا اخر حاجه؟ ولا في النص؟ ايه يا شباب؟ حد يمليني؟ مش هيتنفذ اصلا. عملت له لينك بس ما كتبتوش اصلا. طيب حد ليه راي تاني ولا ايه؟ الكود الخارجي. انت لما كنت بتربط كود سي اس اس كنت ربطت ملف هنا لينك سي اس اس، حلو، ملف هنا كده لينك سي اس اس، افكركم شويه صح، سي اس اس ربطت هنا سي اس اس وربطت هنا بوت ستراب مثلا، او الملف ده اهو ما يكون اكس دوت سي اس اس، حلو. وجيت هنا كتبت هنا ستايل وكتبت هنا كود، الكود ده اللي يتنفذ ولا الاول ولا ده الاول؟ اللي هو ده بعد كده ينفذ ده، صح؟ طيب انا دلوقتي بقول لك ايه؟ انت كاتب كود جافا سكريبت هنا، كتبت كود الرت هنا وبعد كده الرت هنا، هو عمليه اللينك هو ايه يا شباب؟ عمليه اللينك ده ايه؟ ان انا اكتب في ملف خارجي، هو عباره عن ايه؟ حضرتك انت تكتب في ملف خارجي، عارف ايه؟ تنظيم مش اكتر، عارف عباره عن ايه؟ شفت الكود اللي مكتوب ده؟ كنترول ايه؟ كنترول سي؟ هو كان موجود هنا كده حضرتك اهو، بس عمليه تنظيميه منك انت، عملت ايه؟ عملية تنظيمية منك انت ورحت عملت ايه؟ كده فين فين الكود؟ اهو كنترول A كنترول C وجيت عملت ايه؟ كنترول V اهو. ان انت تحط في ملف خارجي هو عبارة عن زي بلوك كده، انت بدل ما تحطه هنا وبدل ما تخلي HTML كله في CSS وفي جافا سكريبت وفي كده، فرحت فصلت وخدته كوبي بيست وحطيته فين؟ مرة. فمعناه ان انت عامل كده معناها كأن الكود مكتوب هنا، بالترتيب هنا ايه؟ اللاين ايه؟ ملوش علاقه، لا يفصل السي اس اس عن ده خالص،
جافا سكريبت لا لا ما بيش علاقه جافا سكريبت كده ستيب باي ستيب باي ستيب باي ستيب يفصل الحته اللاين دي خالص ده مش اللاين ده سكريبت جافا سكريبت هينفذ مين يا شباب افصل السي اس اس ده كده الجافا سكريبت الاتش تي ام ال بينفذ الدوم ينفذ السطر الاول الصفحه الاولانيه بعد كده السطر ده بعد كده السطر ده بعد كده ينزل ينفذ السطر ده الدوم اللي بيعمل كده بعد كده ينفذ السطر ده ينفذ السطر كده طب هقول يعني سيبك من السي اس اس بالله عليك معنى ده كده ان انا احط طب بص بص اهو يتنفذ ايه الاول ينفذ ايه دلوقتي؟ طيب هي نفس الكلام ده لو حطيت في الهيد كده، الهيد اللي بتنفذ الاول بيمشي ايه من اول الصفحه، فكده ينفذ 5 زي ما انت قلت اهو. 5 بعد كده 1 بعد كده 2 بعد كده 3 بعد كده 4 بعد كده 5. لو انا خدت الكود ده زي ما هو كده، خدت كنترول اكس وحطيته بره هنا وجيت طلبات ينفذ مين ثم مين؟ 5 الاول حد مفترض بس هو ده اللي احنا عايزينه كله 5 صح؟ تعالى نبوظ الكود بقى نبوظ مين؟ شايفين السكريبتات دي؟ شايفين السكريبتات دي؟ اللي هي مثلا دي مثلا واحد وبعد كده اثنين وبعد كده رحت عملت كده بص ده مش كود جافا سكريبت اصلا اللي انا عملته ده جافا سكريبت ده ايه؟ اي هبل في اي هبل كده اللي هيتنفذ ايه؟ حد يمليني مين هيتنفذ ومين مش هيتنفذ ولا الكل مش هيتنفذ ولا ايه بالظبط؟ هينفذ 5 بعد كده 1 بعد كده 2 3 هيضرب طيب حد اللي هو ايه ده يا شباب؟ هينفذ ايه ثم ايه؟ انتوا شايفين انا عملت ايه دلوقتي؟ انا عملت كود اهو ده كود سليم 100% جافا سكريبت جيت على واحد ده كود سليم 100% جافا سكريبت جيت في السكريبتات دي رحت عملت كده اي هبل ده مش كود جافا سكريبت اصلا هينفذ اول حاجه اللي هو ايه؟ هينفذ 5 صح؟ طب بعد 5 هينفذ ايه؟ 1 بعد 1 2 3 بعد كده انا مش عارف انا باخد منك راي اهو طيب سؤال جميل ان الناس اللي قدامي 4 تشتغل ولا مش تشتغل؟ 4 تشتغل مش تشتغل؟ طيب حد له راي تاني؟ حد ليه رأي تاني؟ أربعة مفيش مشاكل. أنا بسأل حد ليه رأي تاني؟ طيب صلاة على النبي. الكود اللي هيتنفس يا شباب حلاوة الجافا سكريبت ده في الاكسبيرتي بتاع الجافا سكريبت بقول لك حاجة حلوة لو أنت كاتب الكود ده بأي لغة برمجة تاني غير الجافا سكريبت يخرب الدنيا أصلا، ما فيش حاجة تشتغل أصلا. سواء بي اتش بي، سواء سي شارب، سواء فيجوال بيزك، سواء أي حاجة لغة كاتبها الكود ده مش هتشتغل لو أنت حتى سايب كود غلط او سيمي كود غلط هي الجافا سكريبت هنا فليكسبل على الاخر ادام انت السكريبت اللي انت بتكتب فيها مش غلط تتنفس يبقى كل السكريبت ادام هي ما فيش حاجه حصلت ايرور يبقى تتنفس طب لو انا سكريبتاي وحصل فيها ايرور السكريبتاي كلها تبوظ ده معناه ان السكريبتاي دي لوحدها هتتنفس لان هي 5 ما فيش اي مشكله فيها رقم 1 سكريبتاي نفسها ما فيش اي كود غلط يعني مثلا الكود ده ما فيهوش غلط ما فيهوش غلط ما فيهوش غلط ما فيهوش غلط كاتب كود هنا مش اي مشكله رقم 2 كده وثلاثه في السكريبتات دي اصلا كود غلط السكريبتات دي كلها تستوب السكريبتات كلها ايه بس ما بعد السكريبتات دي يتنفذ عادي ولا كان حصل حاجه حصل حاجه خالص عمل بلوك السكريبتات اللي حصل فيها ايرور فقط وليس الا يعني مش كل السكريبت لمين لده بس وده حلو جدا لو انت جايب بلاجن من النت والبلاجن دي ضربت انت مش الموقع كله ضرب ده دي البلاجن دي بس اللي ضرب فكده هينفذ زي ما انت قلته كام؟ هينفذ 5 بعد كده 1 بعد كده 4 الله ينور عليك 2 و3 ضربوا مننا 5 بعد كده 1 بعد كده ايه؟ 4 اما السكريبتايه اللي هي فيها 2 وفيها 3 ايه؟ باظت خالص مننا تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ لبدايه الجافا سكريبت انا مش هتعمق في الجافا سكريبت المره الجايه نبدا جافا سكريبت وهنستارت ازاي نكتب كود جافا سكريبت وما خدناش يعني ايه اليرت اصلا ولا خدنا اي حاجه بس احنا بس ايه خدنا المكان اللي نكتب فيه مين؟ كود جافا سكريبت. في سؤالين بيسالهم قبل ما نتعلم اي لغه حد فاكرهم؟ سؤالين ايه البريكويزت؟ وهنكتب فين؟
احنا خدنا هوير قبل ما نسال المتطلبات. المتطلبات بتاعت الجافا سكريبت هي بيزك، بيزك بس، بيزك مش ادفانس، بيزك اتش تي ام ال، بيزك برضو بيزك سي اس اس، يعني مش محتاجين اكتر من البيزك بس شاطر عشان يتعلم مين جافا سكريبت. وطبعا المكان ده البريكويست بتاعنا هو ريكتيف كود، لا اما في ملف خارجي لا اما في نفس الصفحه في الهيد في البادي في اي مكان في الصفحه. المهم ان انا اكتب تاج سكريبت، اكتب تاج مين سكريبت. نبدا ان شاء الله على خير كود مين جي اس المره الجايه. طالب من حضراتكم بس كل واحد يختار لي بزنس، لا اما انا ابعت لكم الويب سايت وانا مش حابب كده، انا مش حابب كده. هتختار مشروع عن اي حاجه اعمله، عن مثلا بيع اونلاين، عن كورسات تعليميه، عن تمبلت. افضل حاجه تعمل ايه؟ تعمل كده تمبلت ويب سايت على الحاجه اللي انت عايزها، وتعمل كده ايمج، تمسك ايمج ما تخترعش. وانت بتتعلم امسك واحده يكون جاهزه معموله اهو، مثلا اهو التمبلت، اعمل التمبلت من اول اخر. انا مش عايز غير الصفحه دي بس، ودروب ريسبونس بس مش اكتر. لا انا مش عايز ابني دي. بص دور انت بقى على حاجه بقى كده ويب سايت اعمل زيه، او روح بقى انت عشان الصوره ممكن ما تبقاش واضحه بالنسبه لك، ممكن تبقى الصوره مش واضحه تمام. تعمل ايه انت حضرتك؟ تروح تجيب ايه، تروح تمسك كده فري، فري ده اخده ممكن المره الجايه، فري تمبلت ويب سايت. بس ما تاخدهاش هي وتجيبها لي هي، لا ده انت هتنزل التمبلت وتعملها، يعني تعمل الكلام ده بايديك من ايد وزد. يعني مثلا زي التمبلت اللي انا عملت لها داونلود دي، امسكها مثلا التمبلت دي وابدا اعملها من ايد وزد لنفسك، انت اللي عملتها وانت اللي سويتها، وخد الصور بتاعتها عادي مفيش مشكله. مثلا التمبلت دي المهم ان انت هتمشي مع ويب سايت اعمل زيه او حاجه مثل. لا انا مش عايزك تاخد، مش عايزك تاخد على جد ما، يعني مش عايزك تاخد التمبلت كامله، سيكشن مثلا كامل ده احسن حاجه ان انت تجمع خلاص. المهم انا عايز حاجه زي كده، زي ايه؟ زي زمايلكم اللي انا خدت منهم تاسكات، زي اللي احنا كنا بننبهر بيهم، زي زمايلكم التانيين اللي كنا بنقول ايه بروجكت. فاكرين التاسكات دي لما كنت بقول لكم عايزين تاسك زي كده يا شباب من كل واحد اهو، تاسك ازاي كده مشروع كده ريسبونسيف لما هي صغر كده ده طبعا هو مجمع كذا حته على كذا حته بحيث ان هو ايه يعمل الكلام ده هنا مش مستخدم بوتستراب مثلا سيرفيس ده كله ريسبونسيف حاجه تبقى شيء. ويب سايت فيه 3 4 5 صفحات خلاص اباوت مثلا خلاص ممكن تاخد حاجه زي كده شكله، ممكن واحد ياخد حاجه زي كده اهو حاجه زي كده بالظبط خلاص. هاخد منكم الكلام ده المره الجايه خلاص، المره الجايه كده ان شاء الله على خير بالشكل ده. اي صفحه كده المهم ان انا يجيس مدى الريسبونسيف عندك خلاص. شوف بقى انت عايز تجيب تمبلت وتمشي بيها، هات صوره وامشي عليها، يفضل تجيب صوره وتمشي عليها، ده يفضل يعني ان انت بتنقل كل حاجه وتشتغل بمزاج، على عكس ان انت تروح تنزل تمبلت وتاخدها زي ما هي تغير في سطرين كود، فده غلط يعني. انت تمبلت كامله انت في الشغل، انا بقول لك اهو انت هتعمل كده في الشغل، هتعمل كده يعني، انا ما بقولكش مش هتعمل كده في الشغل، هتجيب التمبلت وتغير فيها. بس انا بقول لك دلوقتي اعمل حاجه محترمه. الهنت بقى يا شباب، الهنت ستارت اند ستارت اند سي اس اس بتاعك برضو.